السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة عندنا اكلات غريبة وعديدة وجميلة وحاجات غريبة شوية. عندي شرائح اللحمة بالرز والحمص، هو كشري ولا مقلوبة ولا حبزنا مبزاز عبد العزيز؟ ماشي، عندي رز شرائح لحمة بهارات. هو لازم بهارات تكون مغربية ولا عصر؟ ما علينا. زيت زيتون وبصل، فلفل الوان احمر، وعندي رز بسمتي لازم يكون مغسول خلي بالك، ومرق ملح وفلفل، و 400 جرام حمص. ايه، منقوع ولا مغلي ومصفي؟ ده ما احنا امريكا نخش نطبخ بقى وخلاص بدل ما انتوا تكتبوا. ما علينا. وحبتين صغار كوسه، لو كبار ما ينفعوش، شرايح رفيعه، ومعلقتين دقيق، ولوز محمص، ولبن زبادي. نصلي على النبي ونكتب بقى ونشتغل زي ما احنا عايزين نشتغل. هنشوف هنعمل الاكله دي ازاي. نعم، هو كده بصراحه من اول وجديد. طيب نصلي على الحبيب. كده عندي حبة زيت، نجيب اللحم بتاعتنا نقطعها تقطيع حلوة عشان نشوف هنعمل ايه النهاردة مع حضراتكم. كده الستيك بتاعي اهو. حبيبي يا رسول الله، طيب ادي البصل بتاعي، شرايح البصل، بعد كده هنقطع اللحمة بتاعتنا. الأول عشان أشتغل صح بمرض الله، شوف هعمل إيه. هنجيب حبة ملح وفلفل كده أهو، دي اللحمة بتاعتي، هاخدها على الشواية كده عشان لما احطها على النار ما تجيبش المية بتاعتها وتفقد معنويتها اهو. واحنا شغالين نقلب مع بعض اهو، حبيبي يا رسول الله، نجيب دي كده، وادي الكوسة كده. حبيبي يا سيدنا محمد، البصلة بتاعتي بشوحها كده
نقلب بقى اهو كده، انا بحافظ على الستيك بتاعي او اللحمه بتاعتي ما تضيعش ايه الفيتامين او الايه البروتين بتاعها. نعمل حاجه زي الريزي بيزي كده. انا بعمل صدمه للحمه كده، يعني بناخدها زي تلات ارباع سوا زي ما بيقولوا عشان تبقى سهله معايا وما تجيبش ميتها وانا بشغلها. اشوحها في حبه سمنه، في حبه زبده، في حبه زيت، اشويها. المهم احافظ على ادويه اللحمه. طيب نجيب ده كده اهو، ادي اللحمة بتاعتي. نقطعها شرايح هتجيب دم وهيبقى شكلها مش عاطفي ولا سياحي وهتكشكش منك، هتعمل زي ايه؟ زي الجلابيه المبلين. عارف المبلين؟ ما سمعتش عنه قبل كده. ها طب عارف الدبلان؟ لا عدت لفه. ماشي يا باشا. كانت بتبقى هنا عدت الكلب. ماشي صح، ماشي هعرف اتكلم معاك. ادي اللحمه بتاعتي، هنخش عليها بالباقي بس واحده واحده. ادي مكعب مرق، يا ست عليا السلام عليكم. صباح الفل يا شيف شربيني. صباح الهنا. صباح الفل يا ست الحاجه. ازيك يا شيف شربيني؟ نهارك ابيض يا ست الكل. صباح الهنا. الله يخليك. انا بس عايز ابعت تهنئه الاول، بشكرك على اللي بتعمله لنا ده كله. خدامك خدامك. تسلم ايديك. تهنئه لمين يا فندم؟ حفيدتي غزل عمرو عبد الهادي. اسمها ايه يا فندم؟ غزل عمرو عبد الهادي. غزل عمرو عبد الهادي. ايوه. تيتا بتصبح عليكي بتقول لك صباح. مبروك يا غزال. ألف مبروك. مبروك يا غزال. مبروك. بشكر مدرسي مدرسة رجاك باللغات. لا مش عايزين أسماء مدارس بس، الله يخليك. نعم. مش عايزين أسماء مدارس. بلاش. أي حد أنا خدامك. بشكر المدرسين. وقفوا معايا في فرض والدة. الله ينور عليكي، كده حلو قوي. الله يباركك يا حاجة. تأمريني يا أمي. كده هنا. ادي حبة البهارات، ادي حبة ملح، حبة فلفل، وهنجيب بقية اللحمة اهي. حتة ستيك زي العسل. كده بقى لما تيجي تسويها يا سي محمد ما تكشش منك وتقرفص وتعمل لك مشكله. انت معايا؟ والله انت اللي معايا ولا حاجه، ده انا اللي مع نفسي. طيب ماشي. لا يا طب على ايه؟ خلينا بقى زي ما احنا احسن. طب اخد فاصل وارجع لكم تاني، ولا نغير محطه ولا نروح في اي حته.
رجعنا بعد الفاصل وكده حضراتكم حطينا الفيجيتابلز بتاعي الخضار كله، وادي الحمص اهو، حطينا شويه فلفل الوان، وادي الهوت ووتر. انا مدعمها بمكعبين مرق كده، الميه على قد الرز اللي حدايا اهو. ممكن اديها شويه كركم، اديها بودر زعفران، الونها زي ما انا عايز. دي في ايديا، دي في ايديا، خليها بس تاخد غلوتها كده. كمان شويه ميه اهم، خدت ملح وفلفل وتوابل تغلي. نعمل بقى الدريسنج بتاعها المفروض بتقدم معاها. هو المفروض بتاخد شويه فلفل حراق، لكن تقريبا الناس اللي كاتبين لي ورقه النهارده ما بيحبوش الشطه، فايه هنلغيه. طيب كده ادي شويه زبادي، هنعملها زي الساور كريم. الساور كريم بتاخد ليمون كده، دي الدريسنج بتاعي. ست شيماء، ازيك يا شيف؟ انا بحب حضرتك جدا قوي. صباح الهنا على بنتي. صباح النور يا شيف. وأموريني يا ست العرايس. انا عايزه ابعت تهنئه لاختي ووالدتي. مكانك يا حبيبتي، مكانك. ام عبد الرحمن، اقول لها انا بحبك جدا وبتمنى ان انا اشوفك في احسن حال يا رب. ربنا يخليكم لبعض يا رب. ووالدتي بقى عايزه ادعي لها ان ربنا يشفيها لنا ويأملها لنا بالسلامه. يا رب يشفي كل مريض يا رب، يا رب يشفي كل مريض يا رب، يا رب يشفي كل مريض. كده هنا حبه ملح، حاجه تانية يا بابا، حبه فلفل، ونصلي على الحبيب محمد. ده الصوص بتاعي او الدريسنج بتاعتي اللي بحطها معايا، شويه فلفل الوان، اختشي اللي في بالي، اختشي اللي في بالي، اللهم الاعتراض كده. ادي حبه دريسنج، دول هنشوف هنعملهم ازاي بعد ما نحمر لهم شويه لوز. اكله حلوه وسهله وجميله، ويا رب تعجب حضراتكم. مخي بيقول لي كنت في اسكندريه الاسبوع اللي فات وبتمشى على البحر، حد يتمشى في البحر على البحر والدنيا الشتا كده ساقعه؟ قال لي ده الجو حلو هناك. واحد كنا بنروح ناكل عنده ايس كريم، بس قلب بقى بتاع كسكسي. يعني في الشتاء بقى ايس كريم، وفي ايه؟ في الصيف ايس كريم، وفي الشتاء بقى كسكسي، وانا عايز اكل كسكسي. يا عم طب ما تخلينا في الايس كريم، طب اجيبك بليله؟ قال لي لا كسكسي. وكسكسي كمان ايه حلو. حاضر. على عيني يا باشا. هنعمل الكسكسي الحلو. كده انا بغني وبغني زلموم على نفسي عشان الرز بتاعي دوت يستوي اهو. ونعمل بقى شوية كسكسي حلوين زي الفل. هو الكسكسي الاول لازم يتعمل كسكسي. يعني ما ينفعش اطبخه بالرز هيبقى ني. هنعمله بالطريقة العادية بتاعتنا. نحنا نسويه وبعد كده نضيف معاه اللبن والمكسرات والحاجات الحلوة بتاعتنا. طيب كده هنا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. حدايا زبدة، الزبدة الاول كنا زماننا عدي كده على نص شارع حدانا ولا يا راجل الكسكسي ده كان نزيه قوي، وكان يجيب لك القشطه وحطيتها كده على الطبق، السكر البودره والمكسرات، كانت حكايه يعني بصراحه. فانا هعمل حاجه تانية عشان يبقى الكسكسي بتاعي حلو كده وجميل، هخترع في حاجات كده ايه حلوه. انا كده شغال كويس؟ طيب شغال كويس.
طب قول لي عمل لك ايه؟ نصلي على سيدنا محمد قبل كل شيء. ناخد حبة من الزبدة دول اهم. ونحمر فيهم. لا ده نقوله نص يا اخوي. يا سلام. هو مش مكتوب على الشاشة؟ اصل نضارتي ما بتجيبش. اخرها 2 سم. طيب عندي سكر، لبن، زبدة، زبيب، لوز، جوز الهند، وطريقة عمل الكسكسي مفيش داعي نحكي منها لان بيتعمل قدامكم. يبقى بلاش نعمل خريطة ونوجع دماغكم ونتكلم في الصح كده. عندي هنا المكسرات بتاعتي اهو، وادي الزبيب. نصلي على الحبيب بقى. وكده انزل بالكسكسي بتاعي اهو. لازم اديله سنه ملح صغيره عشان يبقى عيشه ملح. اي حاجه حلوه بتعملها لازم اديها سنه ملح. المخرج بيقول لي انا ما شفتش حد بيعمل كده زي كده. قلت له معلش يعني سامحني، مش لازم كل حاجه تقف. بسخنه، لازم اسخنه. صلي على الحبيب واللي قصده عمره ما يخيب. كده بقلب. ومن دخلت الصبح قدام الاستوديو لقيته واقف ببيع سندوتشات. يا اخي انت ما بترحمش. لا بدي الناس السندوتشات بالاكراه. يعني يا تشتري يا تشتري. وببيع طعم كل واحد واقف برطاس يقول له استنى انا اعبي لك انا ما تعبيش انت. يعني هم هيغشوك. ما علينا، مش عايزين نتكلم مع حد عشان ما حدش يزعل منه. عايز تضربني بالسلم؟ يا ساتر ده انت جاحد. بالسلم يا اخي. حبيبي يا رسول الله. كده نشيل بقى ده من هنا. والنبي تاخد فاصل؟ حاضر. هنستأذنكم ناخد فاصل ونرجع لكم تاني. وانا غير محطة واروح في حتة. رجعنا بعد الفاصل وكده حضراتكم سخنا الرز الكسكسي اهو. وعند الرز شغال على النار، اديت له شوية بودرة زعفران. الكسكسي النهارده هعمله عصمالي. يلا بقى زي ما تيجي تيجي، زي ما تيجي تيجي. هات يا هات يا ابني. كده هنا حبد زي الكنافة العصمون اللي احنا بنعملها كده. تغيير تجديد ونشوف بنعمل ايه اهو. نقلب ونصلي على الحبيب. يا صلاة النبي يا صلاة النبي يا صلاة النبي يا صلاة النبي. نعم يا باشا. هقفلها حاضر، هقفلها هقفلها. غلقتها يا عم محمود. يا عمي محمود. كده غلط. الو الو الشيف. ازيك يا فندم؟ ازيك عامل ايه؟ الحمد لله يا بنتي. وموري بحبك قوي. صباح الفل على عيونك يا بنتي. الله
طريقة المكرونة البشاميل. على عيني يا فندم، على عيني سعادتك، أشكرك يا بنتي. كده هنا أدي اللبن بتاعنا نغليه، شفتوا بقى النهارده الكسكسي بتاعنا عاملينه ازاي؟ قال لي انت بتبتكر، بص يا باشا فلفل اهو 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 حبيبي يا رسول الله، الله اكبر. هنجيب دي كده اهو ونحط دي هنا اهو، ونجيب دي كده اهو وده هنا اهو. طيب هدايا أكلة حلوة، ده اللبن بتاعها بيسخن وهنشوف عندنا ايه في ايه. كل ده موجود كده وده هنا، بس على المخرج عشان متخانق معايا، وادي هنا كله شغال. يا صلاة النبي يا صلاة النبي بالكبد والحلويات. شايف الحلويات دي اللي هو بنسميها سويت بريد اهي، والكلاوي والقلوب عند بعضيها والكبده. ده النهارده يوم عهد على خير ان شاء الله. يا ست الحاجه مشيب صباح الخير حبيبي الغالي. صباح الهنا عليك يا امي. صباح الفل يا حبيبي، صباح الهنا. انا بقى عايزه اقول لك على حاجه، انا بقيت اقول امبارح يا ريتني ما كنت اتصلت الا في الاخر. ليه؟ بعد ما اتصلت عليك كنت بتقول الدكتور محمد هيعمل فيك ايه؟ اسكتي هنفخني. لا 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 بس ده حبيبي. أنا لا على فكره انا خليك، هو تكوني رحت فتنت بيني وبينه، احنا اللي هنطلقه بقى، بس هو عمره ده الخلوق. اوعي تكوني ابن الخلوق، هو ابنك اصلا تربيتك. الله يخليك ابنك الغالي المحترم. الله يخليك يا ست الكل، والله يا محترم ده هو. وكمان ده انا عايزه اقول هو يعني ما شاء الله عليه، وكمان كسفه مش غالي والله يا شيخ سربين، ربنا يبارك. لا 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 بعامل ضميره، والله بعامل ضميره، والله غالي وانسان وعنده ضمير وعملاق، ده دكتور يعني على مستوى عالي قوي، عشان كده ربنا كرمه، ربنا يبارك له ويبارك لك. بنتي بتشكر فيه، ربنا يخليك يا رب ويبارك فيك. صباح الهنا يا ست الحاجه، صباح الهنا يا رب، ما يحكم عليك ظالم، ربنا يبارك لك ان شاء الله يا ست الكل. صباح الفل يا ست الكل، صباح الهنا على ست الحاجه مشريف. كده حطينا الرز يا سعاده الباشا اهو، الرز حطيناه هنا اهو. نرجع بقى ايه، طيب نخلي بقى هنا دي كده عشان هشوف هنعمل ايه في الكبده النهارده. عندي شويه كبده وكلاوي وحاجات حلوه، والكسكسي النهارده عاملينه عثمانلي اهو. بص يا باشا، بص ما تتكسفش يا حبيبي، زي الكنافه اللي انت بتاكلها العثمانلي، بس دي حاجه على فرانك بقى. دلع واشتغل براحتك، والمطبخ بتاعك محدش ليه حاجه حداك اهو. مفلفل اهو كده العوازل، والبودره او اللون اللي حطيته له ما بيغيرش في الطعم حاجه، لا ده هو بيديك شكل جميل، هو ما بيديك ايه شكل جميل اهو. طيب هنا هنحط شويه خل عشان اعمل حبه كبده وكلاوي حلوين، حبة خل اهو. والنبي النهارده يوم حلو زي العسل. مقاديرك على الشاشة، هات لنا واحدة غشاشة. طيب نحط احنا الكبدة والكدينة دي، نعمل لها صدمة بس كده بسرعة عشان نقطعها ونشوف هنعمل فيها. ده كله ده بلدي اهو، بس هنخلي النفحة الأخيرة دي نعملها لوحديها، اللي هي الايه السويت بريد ده. كده بطهرهم تطهيره، مش بغليهم مش بغليهم، لكن عمليه تنقيه كده. خلاص اهو بشيلهم بره عشان تبقى حاجتي ما فيهاش زفاره. ونخلي برضو اللبن بتاعنا يغلي، ونجيب طاسه على النار.
اهي خلاص كده يا باشا، نشيل دي كده وده استوى خلاص، ونجيب الرز ياخد راحته هنا اهو على الهادي. دايما الجريليا بتديك شغلك هادي ورايق، يا رايق انت يا رايق. طيب نشوف مقاديرنا، احنا خلاص عندي كبدة وكلاوي مع البطاطس، عندي بصل، بطاطس، ثوم، فلفل الوان، طماطم متقشرة، صلصة طماطم، كمون، بهارات، شطة، بابريكا، كزبرة ناشفة، عندي ملح وفلفل وفلفل حار. يعني انا ما بحبش اشتغل دايما كده، ايه نصفي دول كده بقى خلاص اهم، ونصلي على الحبيب طبعا اهم شيء. اهو كده يا جماعه، ما انا بغسلها بغسلها دايما، بحب انقيها كده. بتعمل ايه بقى معايا؟ بتبيض زي ما انتم شايفينها كده، اللحمه هي كبده بتلو، بتبيض وبتشيل الزفاره منها وبتبقى حلوه حلوه حلوه، صدقوني حلوه وصدقوني. طيب هنعمل ايه بقى كده يا سيدي؟ اخد شويه شاي. الله، وانزل بزيت الزيتون اهو، بسم الله الرحمن الرحيم. وعندي جميع البهارات الجميلة دي، طيب نحط الأول البصل على النار، اللبن بتاعي بيغلي. يا عم يوسف سلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا عم يوسف؟ الحمد لله. امرني يا عريس، عايز اعرف طريقة شوربة اللسان عصفور. اللي هي يا فندم؟ شوربة اللسان عصفور. انا مش عارف، بس انت هيسمعوني انت بتقول ايه. شوربة ايه يا انسة؟ لسان العصفور على عيني وخدامك يا سعادة الباشا. دي سويت بريد، اللي هي الكلا اللي ايه بيقولوا عليها الحلويات دي، بيعها كلها بيجي فيها حاجه مثلا بتاع ربع كيلو، لغاليكو بالعربي كده يعني. بقطعها كده اهي، او بيقولوا عليها نفوس، بس ما تكونش النفوس زعلانه. اذكر الله والنبي، دولت حبة التحابيش دول اللي بيطعموا لي اللقمة، حبة التحابيش دول بيطعموا لي اللقمة. المخرج بيقول لي اللي انا عمري ما شفتك عملت اكل عدلة يا اخي، بتبلى عليك يا اخي، ما تسيبني يا اخي، اديني مساحة يا اخي، اديني مساحه تبلع عليه. واللبن خلاص، بص انا عيني على اللبن عشان اعرف ممكن يسرقني ويخطفني. والرز بتاعي شغال اهو، وادي عشان بنسوه، بتكلم في التليفون، بتوصف ضوافرها، بتبص في المرايه، لا بس بيزهق، بتفكر فيك يا اخوي. هو الراجل هيجي امتى من الشغل عشان تعكن عليه؟ فاص وارجع لكم تاني، ولا غير محطة واروح فيها. رجعنا بعد الفاصل، المخرج في الفاصل بيقول لي انت بتهبب ايه وانت كده، ما انت سلقت الكبدة. يا عم انا ما سلقتهاش، بص انا عايز حضرتك تجيب الكاميرا عليا كده اهي، بص نيه والله العظيم اهي، نيه زي ما هي اهي، نيه لسه اهي، بدمها اهي اهي. انت ليه بتتبلى عليا اهي؟
مش بدمها؟ لا حول الله يا رب العالمين. اهو بيقول لي لا انت والله ما سرقتها، انا بخليها تبيض لي كده لان انا بعملها بمزاج بالعربي كده من الاخر. قال لي مزاجك مجليط. يعني هو انا ما ينفعش ان اتعلم تاني ابقى مخرج؟ قال لك بعد الشباب اوديك كتاب. ماشي بتعيرني بكبري. يلا كبر القبه. ادي البطاطس بتاعتي، بحمر البطاطس بتاعتي. النهارده اكلتنا حلوه جميله هتعجب حضراتكم والله. طب قول لي عمل لك ايه؟ رمون استنوش طعمه النبي شويه تنجان مخلى عليه. هذا الحساب الاول. لا حول الله يا رب يا اخي انت مش مهمني. بص على الرز بتاعنا بقى. حبيبي يا رسول الله، شاف اللي انت شايفه؟ شاف اللي انا شايفه؟ والله العظيم انا الحمد لله قربت اتعلم ابقى مساعد طباخ. امال المخرج زعلان مني ليه؟ كده دي الكبد والحلويات اهو. ما خدتش اي توابل لسه. لسه توابلها كتير جدا جدا جدا، بس اديها التوم بتاعي فريش بقى. اديها بقى شويه توم كده فريش. كده بقى كاني بدق في الهون. مش عايز ادخل السكينه فيه كده. فريش. الدنيا بتختلف تماما في الطعم بتاعها. الطعم هيديكي طعم حلو جدا اهو. بقلي البطاطس بتاعتي. وقالت لي الطماطم لازم تكون متقشره. قلت لها حاضر يا فندم. كده مخرج كل شويه بيقول لي خلي بالك، بص في الساعه بص في الساعه. حاضر يا باشا. ادي الطماطم بتاعتي. طيب ننزل بالبهارات. ادي فلفل حار، كزبره ناشفه، توابل، شطه، بابريكا، كمون، ملح، فلفل. يا جمال النبي يا جمال النبي والنبي كده. منه فيه منه فيه. والبطاطس عندي بتتحمر وكله شغال زي الفل اهو بالصلاه على الحبيب. مين مين ست اقبال؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ست اقبال ازاي؟ الله يسلمك، كل سنه وانت طيب يا حاج شربيني. وانت طيبه يا ست الكل، صباح الهنا.
هو مريم. ايه دي انت مجننا خالص، اول مرة في حياتي اشوف كسكسية كده، ايه الجمال ده. صباح الفل على عيون حضرتك يا فندم. يا حاج شربيني، عايزة ابعت تهنئة بس لحفيدي فده، بقول له الف مبروك على نجاح عقبال الكلية والجامعة يا رب. الف الف مبروك. هو اسمه ايه؟ زياد اشرف سعد. عم زياد اشرف سعد مبروك يا حبيبي، عقبال الشهادة الكبيرة يا رب. وبقول لابني كريم الف مبروك على خطوبته للدكتورة بسمة، وكراميلا مبروك على الدكتورة بسمة يا كراميلا عم كريم. وانا وانتي وصباح الهنا على عيون حضرتك يا ست الكل. كده هنا نقطع بقى الفلفل ده الله 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 الله، اللهم صل على النبي. كده بقى نحط الهوت ووتر اهو، حبه هنا كمان. يلا شفت الدنيا اتغيرت ازاي يا باشا؟ نعم يا فندم. برضو تاني انت اشبعش فاصل، نفسي اعرف انت بتعمل ايه في الفاصل، بتاكل ايه ولا بتشرب ايه؟ انا شايف حاطط لك شوش انا. ماشي قال لي ما تجيب السر ده عشان انا كده كده يعني. هاخد فاصل وارجع لكم تاني، ولا غير المحطه ولا اروح في اي حته. رجعنا حضراتكم تاني بعد الفاصل، وكده حطينا الطماطم بتاعتي وكل حاجه موجوده، والمخرج قال لي عايزين نغرف. قلت له حاضر يا سعاده البيت. انا جاهز لو عايز ثانيه واحده، انا قلبي معاك ثانيه بثانيه. طيب كده هنا اول حاجه اهي، احنا كله زي الفل بالسلامه، احنا ما خافش من حاجه. ايوه كده البطاطس بتاعتي استوت اتحمرت اهي، اهي يا باشا. يا صلاة النبي يا صلاة النبي يا صلاة النبي يا صلاة النبي، ما تخش عليها، تخش كده، خش عليها كده يا باشا عشان نشوف الدنيا ماشيه ازاي. يا صلاة النبي، قوم بقى ايه يا سيدي، تعال بقى نشوف هنعمل ايه. ايوه زي ما انت كده اهو، اوعى تتحرك ولا تروح في اي حته ولا تغير المحطه. يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا، يا واد يا واد يا واد يا ولا. قوم بقى ايه، نروح جايين عاملين كده اهو، ومروقين بقى ايه الصحن بتاعنا. كده وقول لي مش بطال. ادي اول صحن حدانا اهو، بطاطس مع الكبد والكلاوي. نرجع بقى هنا للأكلة الجميلة الحلوة دي، شرايح الستيك اهو، شرايح الستيك. انا اهو نجيب سنة زيت، ادي لوز
هتقول لي عمل لك ايه قلبي؟ الله على الريحة يا ولاد، ربنا يريح قلبك يا لبالي. لا 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 لا، انت لسه ما شفتش حاجه يا عم الحاج. اذكر الله بقى وصلي على النبي، ما تحرقش القعده بتاعتنا بقى، خلينا قاعدين مربعين. ننظف الصحن بتاعنا، طبق لحمه زي العسل زي العسل. حبيبي يا رسول الله، مش مشكلة مش مشكلة، عامل حسابي انه وقع. وادي الصحن بتاعي، بعمل معاه الدريسنج بتاعه ده. خلي بس اللبن يسخن شويه كده هنا، ده كده لوحده وده لحاله. ده الصوص بتاعي، انا مش هحط منه غير اللي عايز يحط منه يحط منه. ايوه، نرجع بقى للكسكس، نشيل بقى كل حاجه من هنا. وادي ممكن اتنين تاني لو سمحت من دول، اتنين تاني من دول. يس سير. ابلبو ولا نطلع ابلبو؟ طيب نيجي بقى هنا الكسكسي بتاعنا. كهرمان يا باشا، هنعمل ايه بقى يا سيدي؟ كده اشمعنى دلعوا الكنافة ولونوها ويجي على الكسكسي ما لونوهوش؟
بقى بلاش اللون ده معانا. قوم بقى ايه شيل ده كده اهو، نخش دي هنا اهو، نعبي دي كده اهو. الاتوبيس واقف، الاتوبيس واقف ما تخافش. نعمل ايه بقى يا سيدي؟ ما تصلي على الحبيب، مالكوا في حالة صمت ليه كده؟ بقول لي ده الصمت الرهيبي. أنا مش عامل حاجة تانية أكتر من كده. عايز أشكر عمي وابني وأخويا وحبيبي مخرجنا الجميل، وعايز أقول لكم نشوفكم إن شاء الله بكرة على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.